عليكم كديرين، لبت عليكم بخير، اموركم هانيه الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم الكرعين ديال الغنمي والحمص، كنتمنى من الله يعجبوكم وانتم معايا. المهم عندنا في المقادير عندنا هنايا هما كرعين ديال الحمص ديال الغنمي، المهم مشوطين مغسولين ناضين داكشي ناضي معاهم. عندنا واحد زلافة ديال الحمص مرطب، عندنا هنا جوج بصلات، واحدة كبيرة واحدة صغيرة مشلوضين. عندي هنايا القزبر ومعدنوس والثومة، هنايا دقيتهم مع بعضياتهم دكيتهم مزيان. عندي هنايا التوابل، خرطوم معلقة صغيرة، نص معلقة ديال البزار، معلقة مع مرات ديال الملحة، سكنجبير، القزبر، القرفة، شوية تحميرة صافي. وعندي هنا واحد مطيشه محكوكه كبيره صافي، والزيت زيت نباتيه. المهم اول حاجه غنديروها الزيت، راكم عارفين غادي نحطو هاد الكرعين ديالنا هكايا صافي الكوكو. صافي غادي ندير ليهم داكشي ديالهم. اول حاجه غنديرها هي البصل، كلشي هنايا يعني ما كنحتاجوش اننا نبقاو نقليو فيهم شي حاجه. ندير التوابل، ندير الكوش، ندير التوابل، ماشي اختياري كنبغي يدير هادي مغداش ونمشي لبعض. دابا غادي نبدا نعوي فيهم، غادي ندير 3 كؤوس ديال الماء ما يكون طيب، ونسد عليه الماء يطيبو واحد شويه عاد باش نعمل الحمص.
صافي ها هما هي بعد ما رويتهم. المهم ضروري ديروا الماء طايب، ما ديروش الماء بارد. اي طياب عندكم ديروا ليه الماء طايب، حيت الماء طايب ما نعاودش لكم راه كيطيب اللحم. اي لحم عندكم كيطيبو دغيا كيطيب، ما كتبقاوش واحدين. صافي دابا نسيت عليها الكوكوت، صافي وغادي نخليها طيبي واحد تقريبا نص ساعة ورجع ما كملش نص ساعة. المهم مرة مرة نقلبو ونشوفو نص ساعة بحال هكاك باش نبدا يحمر. صافي دابا بعد ما دازت نص ساعة باش سديت عليه غادي نحلو هو كما كتشوفوا. نبدا كيطلع معايا الحمص اللي بغى يفسخو يفسخو، انا كيبغي عاجبني كيبغي يحل هكا مفسخش. وغادي نرجع نسد عليه ملي غيطيب ليا غادي نزيد فيه، غادي نعسلو باش يجيني حلو المذاق ديالو حلو. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الكرعي اللي حضرت معكم اليوم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، وراه كيطيبو كتجي المريقه ديالهم خاطره وزوينه كيطيبو فني صراحه. ما نعاودش لكم الطريقه اللي كنديرها، كيطيبو مزيان وكيجيو طيبين وزوينين. كنتمنى من الله ان هذه الطريقه اللي درت معكم اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم، واقترحت انني نحط في هذا الطواجين. راكم عرفتوا حنا المغاربه راه عز علينا ناكلو في الطاجين. ايوا كنتمنى من الله تعجبكم، والسلام عليكم. نتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر. مع السلامه.